وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ صدقت. وأمر أن تبنى سراية ثالثة بجانب سراية حسن، فبنوا سراية ثالثة في أيام قلائل. وأمر الملك أن ينقلوا حوائج الوزير إلى السرايا فنقلوها، وسكن بها الوزير، وصارت السرايات الثلاث نافذة على بعضها. فإذا أراد الملك أن يتحدث مع الوزير يمشي إليه ليلا أو يرسل إليه من يحضره، وكذلك حسن وأمه وأبوه، وما زالوا مع بعضهم في حالة مرضية وعيشة هنية مدة من الزمان. ثم إن الملك بعد ذلك حصل له ضعف وزاد سقمه، فأحضر أكابر دولته وقال لهم: إنه حصل لي مرض شديد، وربما كان مرض الموت. سلامتك يا مولانا. وقد أحضرتكم لأشاوركم في أمر، فأشير علي بما ترونه حسن. ما الذي تريد أن تشاورنا فيه أيها الملك؟ إني صرت كبيرا وقد مرضت، وأخاف على المملكة بعدي من الأعداء، وقصدي أن تتفقوا أنتم الجميع على واحد حتى أبايعه على المملكة في حياتي لكي تستريح. يا مولانا، نحن نرضى كلنا بزوج ابنتك حسن ابن الوزير بعد عمر طويل. يا مولانا، فعلا، فإننا رأينا عقله وكماله وفهمه، وهو يعرف مقام الكبير والصغير. والله. وهل رضيتم بذلك؟ نعم يا مولانا رضينا. ربما تقولون ذلك بين يدي حياء مني، وفي غيبتي تقولون غير ذلك. يا مولانا، والله إن كلامنا ظاهرا وباطنا واحد لا يتغير، لقد ارتضيناه بطيب قلوبنا وانشراح صدورنا. إن كان الأمر كذلك فأحضروا قاضي الشرع الشريف وسائر الحجاب والنواب وأرباب الدولة جميعا بين يدي في غد، ونتمم الأمر على أحسن حال. ثم انصرفوا من عنده ونبهوا كامل العلماء ووجهاء الناس من الأمراء. فلما أصبح الصباح طلعوا إلى الديوان وأرسلوا إلى الملك يستأذنونه في الدخول عليه، فأذن لهم: يا أمراء بغداد، من ترضون أن يكون عليكم ملكا بعدي لأجل أن أبايعه في حياتي قبل مماتي وفي حضوركم جميعا؟ يا مولانا، الجميع كلفني أن أتكلم بلسانهم، لقد اتفقنا على حسن ابن الوزير زوج ابنتي. وهل رضيتم به؟ نعم يا مولانا. يا قاضي، اكتب حجة شرعية على هؤلاء الأمراء أنهم اتفقوا على سلطنة حسن زوج ابنتي، وأنه يكون عليهم ملكا. فكتب الحجة بذلك وأمضاها، بعد أن بايعوه جميعا على الملك، وبايعه الملك وأمره بالجلوس على كرسي المملكة، فقاموا جميعا
وقبلوا يد الملك حسن وأبدوا له الطاعة، فحكم في ذلك النهار حكما عظيما، وخلع على أرباب الدولة الخلع السنية، ثم انفض الديوان، ودخل حسن على والد زوجته وقبل يديه فقال له: يا حسن، عليك بتقوى الله في الرعية. بدعواتك لي يا والدي يحصل للتوفيق. ثم إن الملك القديم أقام 3 أيام بعد ذلك وتوفي إلى رحمة الله تعالى، واستقل الملك حسن بالملك، وفرحت به الرعية، وكانت أيامه كلها سرور. وما زال والده وزيرا كبيرا على ميمنته، واتخذ له وزيرا آخر على ميسرته، واستقامت الأحوال، ومكث ملكا في بغداد مدة مستطيلة، ورزق من بنت الملك 3 أولاد ذكور توارثوا المملكة من بعده، وصاروا في أرغب عيش وأهنئه، إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان من له الدوام وبيده النقد والإبرام. هيا يا شهرزاد زيديني من حكاياتك. حكي يا مولاي أن رجلا من الحجاج نام نومة طويلة، ثم انتبه فلم ير للحجاج أثرا، فقام يمشي فضل عن الطريق، وسار إلى أن رأى خيمة، ورأى امرأة عجوزا على باب الخيمة، ووجد عندها كلبا نائما، فدنا من الخيمة ثم سلم على العجوز وطلب منها طعاما. امض إلى ذلك الوادي واستضمن الحياة بقدر كفايتك لأشوي لك منها وأطعمك. ماذا قلت يا سيدتي؟ لا لا، أنا لا أجسر على اصطياد الحياة وما أكلتها قط. أنا أمضي معك وأتصيد منها فلا تخاف. ثم إنها مضت معه وتبعها الكلب، فاصطادت من الحياة بقدر الكفاية وجعلت تشوي منها، فلم ير الرجل الحاج من الأكل بدا، وخاف من الجوع والهزال فأكل من تلك الحياة. ثم إنه عطش فطلب من العجوز ماء ليشرب. دونك العين فاشرب منها. فمضى إلى العين فوجد ماءها مرا، ولم يجد له من شربه بدا، ولما لحقه العطش شرب، ثم عاد إلى العجوز وقال له: عجبا منك أيتها العجوز، ومن مقامك بهذا الموضع، ومكثك في هذا المكان، واغتدائك بهذا الطعام، وشربك من هذا الماء. وما الغرابة في ذلك؟ أليس في بلادكم من يفعل ما رأيت؟ إن في بلادنا الدور الواسعة الرحبة، والفواكه اليانعة اللذيذة، والمياه الغزيرة العذبة، والأطعمة الطيبة، واللحوم السمينة، والغنم الكثير. قد سمعت هذا كله، فقل لي، هل يكون لكم من سلطان يحكم عليكم ويجور في حكمه وأنتم تحت يده؟ وإن أذنب أحد منكم أخذ أمواله وأتلفه، وإذا أراد أخرجكم من بيوتكم واستأصل شأفتكم؟ قد يكون سلطان من ذلك النوع. إذن والله يكون ذلك الطعام اللطيف والعيش الظريف والنعم اللذيذة مع الجور والظلم سما ناقعة، وتكون أطعمتنا مع الأمن ترياقا نافحة. أما سمعت أن أجل النعم بعد الإسلام الصحة والأمن؟ وإنما يكون هذا من عدل السلطان خليفة الله في أرضه وحسن سياسته. وكان من تقدم من السلاطين
يحب أن يكون له أدنى هيبة، بحيث إذا رأته الرعية خافوه. وسلطان هذا الزمان يحب أن يكون له أوفى سياسة وأتم هيبة، لأن الناس الآن ليسوا كالمتقدمين، وزماننا هذا زمان ذوي الوصف الذميم والخطب الجسيم، حيث اتصفوا بالسفاهة والقساوة وانطووا على البغضاء والعداوة. وإذا كان السلطان والعياذ بالله تعالى بينهم ضعيفا أو غير ذي سياسة وهيبة، فلا شك في أن ذلك يكون سببا لخراب البلاد. وفي الأمثال جور السلطان 100 سنة، ولا جور الرعية بعضهم على بعض 1 سنة. وإذا جرت الرعية سلط الله عليهم سلطانا جائرا وملكا قاهرا، كما ورد في الأخبار أن الحجاج بن يوسف رفعت إليه في بعض الأيام رقعة مكتوب فيها: اتق الله ولا تجر على عباده كل الجور. ثم إن الحجاج رقى المنبر لما قرأ الرقعة وكان فصيحا فقال: أيها الناس، إن الله تعالى سلطني عليكم بأعمالكم، فإن أنا مت فأنتم لا تخلصون من الجور مع هذه الأعمال السيئة، لأن الله تعالى خلق من أمثالي خلقا كثيرا، وإذا لم أكن أنا كان من هو أكثر مني شرا وأعظم جورا وأشد سطوة، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. والجور يخاف منه، والعدل صالح لكل شيء، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. يحكى أن رجلا كان ذا مال وتجارة وبساتين وجواري وأنعام وأغنام، وكان قد ورث ذلك كله من والده، فصار يقيم الليالي وبالدنيا لا يبالي، وإذا عاش يومه لا يفكر في غده، فاختلفت سيرته عن سيرة أبيه حتى ضيع كل ما ترك بين يديه، فأصابه غم شديد وحزن ما عليه من مزيد. وكان له ولد اسمه علي، واشتهر بأبي الحسن، وندم الوالد على تصرفه وطيشه الذي ما خلف به لولده إلا المحن، فقربه منه حين قربت منيته وقال له: يا ولدي، يحزنني أنني ما فعلت معك مثل ما فعل جدي مع والدي، ولا يا ولدي، وأغرقت نفسي في الفتن وما نظرت في عواقب الزمان، وما ضرني يا ولدي إلا ما سأورثه لك من فقر وأحزان. يا والدي، لا بأس عليك، فأنا بخير ما دمت أراك. وإلى متى؟ إلى متى ستبقى تراني؟ اسمع يا ولدي، حاول أن تعتمد على نفسك، وأن تستفيد من أخطاء والدك، عسى الله أن يعوض عليك، فإني يا ولدي قد صرفت كل ما تركه الأجداد، وما بقيت عندي إلا هذه الجدران التي تحيط بنا، وتلك الوصيفة، نعم تلك اليتيمة والدن
فإياك يا ولدي أن تضيعها، فما بقي عندي شيء أتركه لك إلا الوصيفة والدد، فقد تركتها لك وتركتك لها، وأشهد أن لا إله إلا الله. والدي والدي الله مات. ومرت أيام وشهور وأبو الحسن يفكر فيما يحيط به من أمور، ولا يجد من يخفف عنه همومه إلا الوصيفة تودد. وكانت تودد هذه ليس لها نظير في الحسن والجمال والبهاء والكمال والقد والاعتدال، وهي ذات فنون وآداب وفضائل تستطاب، قد فاقت أهل عصرها وأوانها، وصارت أشهر من علم في افتنانها، وزادت على الملاح بالعلم والعمل والتثني والميل، مع كونها خماسية القد مقارنة للسعد بحاجبين كأنهما هلال شعبان، وعينين كعيون غزلان، وأنف كحد الحسام، وخد كأنه شقائق النعمان، وأسنان كأنهما عقود الجمان. وهي مع هذا كله فصيحة الكلام حسنة النظام، فبينما هو في حزنه تقدمت منه وقالت له: يا سيدي احملني إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد الخامس من بني العباس، واطلب ثمني منه 10,000 دينار، فإن استغلاني فقل له: يا أمير المؤمنين، وصيفتي أكثر من ذلك، فاختبرها يعظم قدرها في عينيك، لأن هذه الجارية ليس لها نظير ولا تصلح إلا لمثلك. إياك يا سيدي أن تبيعني بدون ما قلت لك، لأن ذلك الثمن قليل في مثلي. ثم إنه حملها إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد وقدمها له، وذكر ما قالت، فقال لها الخليفة: ما اسمك؟ اسمي تودد يا سيدي. يا تودد، ما تحسنين من العلوم؟ يا سيدي، إني أعرف النحو والشعر والفقه والتفسير واللغة، وأعرف فن الموسيقى وعلم الفرائد والحساب والقسمة والمساحة وأساطر الأولين، ونظرت في علوم الرياضة والهندسة والفلسفة والحكمة والمنطق، وتعلقت بالشعر وضربت بالعود، وعرفت مواضع النغم فيه ومواقع حركات أوثاره وسكناتها. فلما سمع الخليفة هارون الرشيد كلامها على صغر سنها تعجب من فصاحة لسانها، والتفت إلى مولاها وقال له: إني أحضر من يناظرها في جميع ما ادعت، فإن أجابت دفعت لك ثمنها وزيادة، وإن لم تجب فأنت أولى بها. فكتب أمير المؤمنين إلى عامل البصرة بأن يرسل إليه إبراهيم بن سيار الناظم، وكان أعظم أهل زمانه في الحجة والبلاغة والشعر والمنطق، وأمره أن يحضر القراء والعلماء والأطباء والمنجمين والحكماء والمهندسين والفلاسفة، وكان إبراهيم أعلم من الجميع، فما كان إلا قليل حتى حضروا إلى دار الخلافة وهم لا يعلمون الخبر. فدعاهم أمير المؤمنين إلى مجلسه وأمرهم بالجلوس فجلسوا، ثم أمر أن تحضر الجارية تودد فحضرت. أريد منكم أن تناظروا هذه الجارية في أمر دينها، وأن تضحضوا حجتها في كل ما ادعت. السمع والطاعة لله ولك يا أمير المؤمنين. أنت قرأت كتاب الله العزيز، وعرفت ناسخه ومنسوخه، وتدبرت آياته وحروفه. نعم. أسألك عن الفرائض الواجبة
والسنن القائمة. فأخبريني أيتها الجارية عن ذلك، ومن ربك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ وما قبلتك؟ ومن إخوانك؟ وما طريقتك؟ وما منهاجك؟ الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، والمؤمنون إخواني، والخير طريقتي، والسنة منهاجي. ما شاء الله، أحسنت الجواب، والله إنها لمكسب في قصري. أيتها الجارية، أخبريني، بما عرفت الله تعالى؟ بالعقل. وما العقل؟ العقل عقلان، عقل موهوب وعقل مكسوب. فالعقل الموهوب هو الذي خلقه الله تعالى عز وجل يهدي به من يشاء من عباده، والعقل المكسوب هو الذي يكسبه المرء بتأدبه وحسن معرفته. أحسنت. وأين يكون العقل؟ يقذفه الله في القلب فيصعد شعاعه في الدماغ حتى يستقر. بما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقراءة كتاب الله تعالى وبالآيات والدلالات والبراهين والمعجزات. فأخبريني، ما شعائر الإيمان؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد واجتناب الحرام. أحسنت. ما مبدأ الصلاة؟ وما تحليلها؟ وما تحريمها؟ مبدأ الصلاة الطهور، وتحريمها تكبيرة الإحرام، وتحليلها السلام من الصلاة. فماذا يجب على من تركها؟ روي في الصحيح: من ترك الصلاة عامدا متعمدا من غير عذر فلا حظ له في الإسلام. أحسنت. فأخبريني عن الصلاة وما فيها. الصلاة صلة بين العبد وربه، وفيها 10 خصال: تنور القلب، وتضيء الوجه، وترضي الرحمن، وتغضب الشيطان، وتدفع البلاء، وتكفي شر الأعداء، وتكثر الرحمة، وتدفع النقمة، وتقرب العبد من مولاه، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي من الواجبات المفروضات المكتوبات، وهي عماد الدين. أحسنت. فأخبريني، ما مفتاح الصلاة؟ الوضوء. فما مفتاح الوضوء؟ التسمية. فما مفتاح التسمية؟ اليقين. فما مفتاح اليقين؟ التوكل. فما مفتاح التوكل؟ الرجاء. فما مفتاح الرجاء؟ الطاعة. فما مفتاح الطاعة؟ الاعتراف لله تعالى بالوحدانية والإقرار له بالربوبية. أحسنت. يا جارية، ما معنى الوضوء في اللغة؟ النظافة والخلوص من الأدناس. فما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء بخير. فما معنى الغسل في اللغة؟ التطهير. وما معنى الصوم في اللغة؟ الإمساك. وما معنى الزكاة في اللغة؟ الزيادة. فما معنى الحج في اللغة؟ القصد. فما معنى الجهاد؟ الدفاع. اشهد علي يا أمير المؤمنين بأن الجارية أعلم مني بالفقه. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع.